أهلا بكم. على هامش المعركة المرتقبة في الحديدة والتي ينتظر أن تكمل سيطرة الحكومة والتحالف على الساحل الغربي، تبدو التحركات الإقليمية والدولية متجهة نحو مزيد من التصعيد. في الرياض يبحث وزير الدفاع الأمريكي الملف اليمني في أول زيارة له للمنطقة وسط مؤشرات تؤكد على دور أمريكي أكبر في هذه المرحلة من الأزمة اليمنية، فيما كانت إيران تؤكد من سفارتها بصنعاء أن التصعيد العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة الدولية. سنتوقف لنناقش في هذه الحلقة من زوايا الحدث ملامح الدور الأمريكي المرتقب في ظل التباينات في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وإلى أي مدى ما زالت معركة الحديدة تمثل اختبارا حقيقيا لمواقف الأطراف المختلفة من فكرة تغليب الخيار السياسي على العمل العسكري. التحركات المتوالية للإدارة الأمريكية في طريقها لزيادة انخراطها في الأزمة اليمنية بعد أن وصلت الحرب إلى قرب خطوط الملاحة الدولية. نائب وزير الخارجية الأمريكي أكد في لقائه بالرئيس هادي دعم إدارته للحكومة الشرعية في مواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات التابعة لها. تحركات مختلفة تشير إلى أن المرحلة القادمة من الأزمة اليمنية لن تنحصر بين الأطراف التي بقيت ثابتة خلال العامين الماضيين، وأن ثمة توجهات جديدة قد تجعل من هذه المواجهة مختلفة إلى حد ما. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. تحركات على جميع الاتجاهات تشير إلى أن الأزمة اليمنية في طريقها لتصبح أكثر سخونة في مرحلتها القادمة. الصراع على الساحل الغربي يوشك أن يتحول إلى حرب أخرى داخل الحرب اليمنية في عامها الثالث. في الرياض كان الرئيس هادي يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والشرق الأدنى، وهو اللقاء الذي كان مليئا بعبارات الثناء وتأكيد التوافق بخصوص التهديدات التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة، وسط تأكيد أمريكي على ضرورة وضع حد لهذه التهديدات وفي مقدمتها التدخل الإيراني وأدواته في المنطقة. يأتي هذا في حين يصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس إلى الرياض في أول زيارة له للمنطقة، والملف اليمني على رأس أجندة المباحثات التي سيجريها في هذه الزيارة، وسط تأكيدات تشير لأن الولايات المتحدة تبحث تعميق دورها في الأزمة اليمنية من خلال تقديم مساعدة مباشرة على نحو أكبر لحلفائها الخليجيين الذين يدعمون الحكومة الشرعية في اليمن. ماتيس سيزور أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والتي تنطلق منها العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن والصومال، وهي إشارة ربما تعزز مؤشرات الدور الأمريكي المرتقب خلال المرحلة القادمة من عمر الأزمة اليمنية. الرد الإيراني جاء هذه المرة من صنعاء خلال لقاء وزير خارجية الإنقلابيين مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية، والذي أكد أن التصعيد العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين وحركة الملاحة الدولية حسب قوله. يأتي هذا في حين تحركت قطعات عسكرية إيرانية قبل يومين للتمركز في خليج عدن في إجراء قالت السلطات الإيرانية أنه روتيني ويأتي في إطار تأمين خطوط الملاحة الدولية وحماية السفن الإيرانية، لكنه قد يكون تلميحا إيرانيا لأن ما يحدث في هذه المنطقة يعنيها بشكل مباشر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع قائد قوات الاحتياط الذي ينضم إلينا من الرياض اللواء سبير الحاج. مرحبا بك سيادة اللواء. مرحبا بك أختي الكريمة. أهلا بك سيادة اللواء. على هامش زيارة وزير الدفاع الأمريكي للرياض، تصريحات أمريكية تركز على الدور الإيراني في المنطقة، مقابل ذلك ردود إيرانية تؤكد أن تحركات التحالف جنوب البحر الأحمر تؤثر على الملاحة الدولية. ما هو تقديركم أنتم للمعركة المقبلة في الساحل الغربي؟ شكرا لك أختي الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس. أولا بخصوص زيارة وزير الدفاع الأمريكي، يبدو أن الموضوع ليس متعلقا فقط بالجانب العسكري، وإنما أيضا بإشكالية قائمة في الجهة الغربية أو نقول القطاع الغربي للجمهورية اليمنية، والذي كان مركزه مدينة الحديدة وميناء الحديدة الذي تم يعني اعتباره ميناء إنسانيا بالدرجة الأولى لنقل الأغذية والأسلحة ومستلزمات
المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون بشكل عام. نعم. لكن الموضوع هنا تحول إلى تأثير سلبي في يعني في أداء هذا الميناء، تحول إلى منطقة مركزية لتهريب الأسلحة. نعم. تحول إلى منطقة أيضا رئيسية لتجهيز وإطلاق الصواريخ وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر. نعم، هل تعولون أنتم على دور أمريكي في دعم عمليات التحالف والقوات الحكومية في الحديدة؟ في الأخير يظل الجميع شركاء، خاصة فيما يخص الملاحة البحرية في البحر الأحمر. الموضوع ليس متعلقا فقط باليمنيين، وقد كنا مرارا وتكرارا نؤكد بأن بقاء ميليشيا انقلابية تسيطر على مثل هذا الميناء وعلى مثل هذه المناطق سيؤثر سلبا على حركة الملاحة الدولية، والتي ربما تسير فيها معظم يعني حاجية العالم من النفط. دعيني أؤكد وأذكرك بأنه حصل في الماضي أن قام الإنقلابيون بإطلاق صواريخ سواء على يعني سفينة محملة بالغذاء والدواء الإماراتية، أو حتى على بقرب من يعني طرقات أمريكية. كل هذا يؤكد على أن بقاء جماعة منفلتة غير منضبطة ليس لها أي ضوابط أو توابع. نعم. ربما سيؤدي بالضرورة إلى تأثير على سير الملاحة في البحر الأحمر. نعم، ولكن اليوم في زيارة وزير الدفاع دعم أو طرح خيار العودة إلى المسار التفاوضي والخيار السياسي، كيف يمكن فهم هذا الموقف في ظل موقف أمريكي مرادف له لمساعد وزير الخارجية الأمريكية الذي يدعم معركة الحديدة والمسار العسكري على الأرض؟ أختي الكريمة، هو في المحصلة المسار التفاوضي الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس هادي لم ترفض يوما ما إطلاقا المسار التفاوضي، ولكن هناك ثوابت في المسار التفاوضي يرفضها الانقلابيين جملة وتفصيلا، سواء القرار 2216 أو المبادرة الخليجية أو محادثة الحوار أو كل ما اتفق عليه العالم. فالموضوع هنا ليس له علاقة بما يدور، وإما أن يرضخ الانقلابيون لمتطلبات الوطن والإقليم والعالم، وإلا في المحصل لن يكون هناك خيار إلا أن ننتهي من هذه الجرثومة ونبعدها عن مسارات تحرك التجارة العالمية حتى لا تؤثر على ليس اليمن فحسب وإنما على الإقليم والعالم. نعم، سيادة اللواء، بالإضافة إلى تصريحات القائم بأعمال السفير الإيراني في صنعاء، كانت إيران قد وجهت عدد من قطاعاتها العسكرية إلى خليج عدن في إطار ما سمته عمل روتيني لحماية الملاحة. هل تضعون بالاعتبار أن إيران قد تقوم بأي تصرف له علاقة بالعملية العسكرية في البحر الأحمر؟ في تقديري أن التحركات الإيرانية هي عبارة عن محاولة لتحسين شروط كما يقال التفاوض للدفع بالعملية إلى تفاوض يرضي طموح ويعني يشبع رغبات الانقلابيين، لكن بوجود العالم جميعا أعتقد أن الإيرانيين ربما فقط كما قلت لك لن يستطيعوا أن يقوموا بشيء يؤثر على مسار الأحداث إذا ما قررت دول التحالف وقررت الحكومة الشرعية اليمنية أن تقوم بتحرير ميناء الحديدة. نعم، إذن سيادة اللواء سمير الحاج القائد قوات الاحتياط كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من مسقط الآن الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور، ما هي تقديراتك في هذه اللحظة لطبيعة الدور الإقليمي والدولي في معركة الساحل الغربي اليمني على البحر الأحمر؟ تقصدين الدور الأمريكي؟ نعم، الدور الإقليمي عامة والدور الدولي خاصة الأمريكي الآن في ظل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو واضحا أن هناك حالة جمود في الأزمة اليمنية على الصعيدين العسكري والسياسي. نعم. وربما هذه الزيارة لوزير الدفاع الأمريكي هي زيارة روتينية جدا وتقليدية جدا، وما أحسب أنها تضيف إضافة استراتيجية، بمعنى أنها ربما تحرك الأزمة اليمنية على المستوى الدبلوماسي والسياسي ولكنها لم تحركها على المستوى العملي. هذا يعود في الحقيقة إلى جملة من العوامل. أول هذه العوامل أن ليس هناك إلى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية لا تزال في 100 يوم الأولى
لعهدها، وبالتالي ليس هناك، لا نستطيع أن نتحدث عن سياسة خارجية أمريكية قد تبلورت. يعني جرت العادة أن الإدارات الأمريكية الجديدة تضع سياساتها الخارجية فيما يسمى بناشن سكيورتي استراتيجي، استراتيجية الأمن القومي، وهذا غالبا يحدث خلال الست شهور إلى السنة الأولى، وهذا لم يتبلور إلى الآن. كل ما هنالك هي يعني خطابات فارغة، ردود أفعال غير مدروسة كالعملية العسكرية في سوريا وغيرها. إذا لا نستطيع أن نتحدث عن سياسة خارجية أمريكية راسخة ثابتة بالمعنى العلمي، وبالتالي ما أحسب أن هذه الزيارة قد تغيب شيء. صحيح أن الخطاب السياسي الأمريكي هو خطاب تصعيدي بالدرجة الأولى، ولكن على المستوى العملياتي ما أحسب أن هناك هذه الزيارة سوف يعني تفضي إلى تحولات استراتيجية. مسألة تقديم العون للتحالف العربي ك يعني الشروع في يعني مبيعات سلاح للمملكة العربية السعودية، هذا يعني ليس أمرا جوهريا. يعني الذي يعطل تقدم التحالف عسكريا في اليمن ليس نقص في العتاد أو نقص في السلاح بقدر ما هو شيء من الاضطراب في الرؤية السياسية. فإذا مثلا زيارة أثناء هي زيارة تعارض، زيارة استشارية السعودية مصر إسرائيل قطر، ثم تختم بالقاعدة الأمريكية في جيبوتي. فعلى مستوى الدور الأمريكي ما أحسب أنه سوف يعني يحدث تحول جذري بناء على هذه الزيارة. السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الأزمة اليمنية أحسب أنها محكومة بجملة من العوامل. أول هذه العوامل الوضع في إيران. نحن نعلم أن الرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية قد وصف الاتفاق النووي الذي عقد مع إدارة الرئيس أوباما بأنه كارثي. إلى هذه اللحظة إدارة ترامب لم تقترب من هذا الاتفاق النووي، ما زال كاريا نظريا على الأقل. إيران قادمة خلال الأشهر يعني القليل القادمة، قادمة على تحولات جذرية. هناك انتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات بالذات هي انتخابات استثنائية بالمعنى الجوهري والحقيقي للكلمة. الرئيس روحاني يخوض انتخابات في ظل وجود مرشح مقدم من الحرس الثوري، في ظل وجود مرشح قوي أحمدي نجاد، في ظل أيضا علامات استفهام كبرى على الوضع الصحي للمرشد. فالولايات المتحدة أحسب أنها سوف تنتظر حتى تنجلي الغمة وتتضح الصورة في إيران، وبعد ذلك سوف تبلور سياستها إذا إيران. هي تستخدم هذا التصعيد ضد إيران من أجل تسوية علاقتها أيضا بالحلفاء الخليجيين. ففي الجملة أظنها زيارة تقليدية، زيارة تعارف ليست أكثر من ذلك. نعم، إذن دكتور عبد الله تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم الذي ينضم إلينا من عمان. مرحبا بك دكتور نبيل. مرحبا بكم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. أهلا بك دكتور. زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة تبدو في أحد أوجهها لبحث مواجهة التطلعات الإيرانية في المنطقة، إلى أي مدى تبدو وجهة النظر هذه دقيقة، علما أن ضيفي من عمان الدكتور عبد الله رأى أنها زيارة روتينية لن تفضي إلى شيء، هل تتفق معه في هذا الطرح؟ شكرا جزيلا لك. طبعا أنا لي رؤية خاصة، طبعا أنا لا أتفق مع هذا الطرح. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبحث عن ما يسمى بإيجاد صيغة لتضمن ما يسمى بأمن البحر الأحمر. الآن في واقع الأمر كما تعلمين أنه الأمن الطاقة مهم جدا بالنسبة لأمن البحر الأحمر، خاصة أن مضيق باب المندب يشكل نقطة مهمة ومحورية للتنافس الإقليمي والدولي، خاصة بعد مسعي إيران الحديثة لمحاولة بناء مقاربة تسعى من خلالها إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول لتعزيز وجودها العسكري والاستراتيجي من خلال الخليج العربي، وبناء مقاربة تهدف للسيطرة على مضيق باب مضيق هرمز. النقطة الثانية سعي إيران إلى محاولة بناء خط بري للعبور إلى ما يسمى البحر الأبيض المتوسط، أو فيما عرف برحلة العبور إلى المتوسط. المقاربة الثالثة أمن البحر الأحمر، والانطلاق إلى هذه النقطة من خلال البوابة اليمنية، ومحاولة إيجاد وكلاء لها من خلال الرهان على
الحركة الحوثية في هذا الموضوع وبنت ربما وهذا ما نجده من خلال استراتيجية إيران والدوافع الكاملة وراء هذه الاستراتيجية لدعم الحركة الحوثية. حاولت بناء يعني استراتيجية وتقارب سياسي من خلال الاعتماد على العلاقات مع السودان. السودان طبعا بعد الانضمام إلى التحالف العربي و التقارب مع دول المجلس التعاون الخليجي لا سيما مع المملكة العربية السعودية والتي أثمرت انخراط سوداني مباشر فيما يسمى بعاصفة الحزم، هذا قلل الطموحات الإيرانية وبدأت إيران تركز على دول لديها جبرية جغرافية أو شاطئية فيما يتعلق بالبحر الأحمر مثل أريتريا وأثيوبيا، وكان هنالك زيارة لمسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين إيرانيين لبناء ربما أو الاستعادة عما يسمى بالدور السوداني في هذا الأمر. بالتالي أعتقد أنه الآن لا، الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ما يسمى بمحاصرة النفوذ الإيراني، وهذا النفوذ الذي بدأ يشكل خطر كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنه إيران حاولت أن تغير من دورها الوظيفي وتسعى إلى بناء مقاربة. نعم نعم دكتور. نعم. نبيل اسمح لي لأن أعود إلى الدكتور عبد الله الذي كان له وجهة نظر مخالفة، تحدث عن عدة عوامل تحكم السياسة الخارجية الأمريكية. دكتور عبد الله، هذه العوامل التي تحدثت عن اليوم في تصريحات وزير الدفاع كان حريص على التشديد على وقف عمليات الحوثيين على الأراضي السعودية، ودعا إلى إعادة وإحياء المسار التفاوضي والحل السياسي. هنالك من رأى أن هذه التصريحات وهذه الزيارات تأتي في إطار العلاقات الأمريكية السعودية ودعم السعودية كحليف بعيدا عن نوايا صادقة لإيجاد حل للأزمة اليمنية وخروج اليمن من هذه الدوامة. نعم، هذا هو المنحط الممكن في الموقف الأمريكي إذا قضايا المنطقة إجمالا والأزمة اليمنية تحديدا. هذه المقاربة التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي أي الدعوة، وقال هذا بشكل صريح قبل أن يشرع في زيارته، قال نحن نتطلع إلى حل سياسي في اليمن تحت المظلة الأممية. ليس هناك جديد في هذا الخطاب، هذه المسألة بدأت منذ عهد الرئيس أوباما. الوزير كيري أطلق مبادرة في مسقط منذ أمد بعيد، ثم السفير الأمريكي في اليمن كرر هذا، والآن إدارة ترامب تؤكد على ضرورة المضي في الحل السياسي. إذن ليس هناك جديد في المقاربة الأمريكية تجاه هذه المسألة. أما فيما يتعلق بإيران، سآتي إلى السعودية بعد قليل. فيما يتعلق بإيران، الولايات المتحدة لا يخفى عليها تمظهرات المشروع الإيراني في المنطقة. تمظهرات المشروع الإيراني ليست حادثة وليست جديدة. إيران حاضرة في العراق، الولايات المتحدة تتعاون مع إيران في معركة الموصل، إيران حاضرة في سوريا، الولايات المتحدة تشتبك اشتباكا استراتيجيا مع إيران على يعني الميدان السوري، إيران حاضرة في اليمن والولايات المتحدة تشتبك مع إيران عبر حلفاء الخليجيين في اليمن. إذن ليس هناك جديد فيما يتعلق بالموقف الأمريكي إزاء المشروع الإيراني، ولا يخفى تمظهرات وآثار ونتائج ومهددات المشروع الإيراني في المنطقة. هل كل هذه التمظهرات تمظهرات المشروع الإيراني في المنطقة تشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا على المصالح الحيوية الأمريكية الإقليمية؟ أنا أقول إلى هذه اللحظة لا. ليس هناك ما يؤكد أن المشروع الإيراني بتمظهراته بمعطياته الراهنة يشكل تهديدا للمصالح الحيوية الأمريكية. يبدو أن هناك تفاهمات على حد أدنى من التوافقات بين الولايات المتحدة وبين طهران. فيما يتصل بالعلاقة الأمريكية السعودية، نحن نعلم أن الرئيس ترامب قبل أن يصل إلى الرئاسة قد صعد إزاء الحلفاء الخليجية تحديدا وأطلق عليهم نعوت يعني مختلفة. الآن الولايات المتحدة تبني استعدادا للتقارب، وأنا أظن هذا تستخدمه الولايات المتحدة من أجل توظيف هذا المعطى، أي معطى علاقتها بالحليف الخليجي، توظيف هذا فيما يتصل بإدارة صراعها مع إيران. كل ما تفعله الولايات المتحدة الآن هي تقدم وعودا للتحالف العربي بأنها سوف يعني تأذن بمزيد من العتاد والسلاح وربما المعلومات الاستخبارية.
التحالف العربي لا يحتاج الى هذا، اي ان سبب العطب او العطاله الاستراتيجيه اذا جاز التعبير التي يعاني منها التحالف العربي سياسيا وعسكريا في اليمن ليس بسبب نقص في العتاد والسلاح والمعلومات الاستخباريه. نعم. هناك نقص في المرئيات السياسيه، ليس هناك قرار سياسي بان التحالف يمضي قدما في تكسير عظام الحوثيين وبالتالي اجبارهم على القبول ب يعني الحدود السياسيه. نعم دكتور عبد الله، اذا في ضوء ما طرحته وتطرحه، ما هي ابرز ملامح الاستراتيجيه الامريكيه الجديده في اليمن؟ الاستراتيجيه الامريكيه اظن ان الولايات المتحده تريد اعاده انتاج الحوثيين. الذي حدث في اليمن هذه قضيه جدا مهمه. الان هناك ازمه تخريج سياسي للازمه اليمنيه. وأنا قلت منذ أمد بعيد، منذ أن بدأ مسار التفاوض وطرح المشروع السياسي وإلى آخره، قلت أن المجتمع الدولي والقوى الإقليمية بدأت الآن في تدويل الأزمة اليمنية، أي تحويلها إلى أزمة إقليمية، أزمة دولية. الآن التخريج الأمريكي وللأسف التخريج الإقليمي للأزمة اليمنية ينظر إليها باعتبارها أزمة سياسية. الأزمة اليمنية ليست مجرد أزمة سياسية، أي خلاف بين الفرقاء على يعني النفوذ وعلى حجم السلطة وعلى كلا. الأزمة اليمنية في حقيقتها أن هناك مجموعة مسلحة سطت على السلطة بليل وأسقطت الدولة وقتلت الناس وشردت وفعلت كل هذه الأفاعيل. إذا هذه الأزمة ليست أزمة سياسية بقدر ما هي أزمة عدوان مسلح وإسقاط للدولة. فكيف تعالج هكذا ازمه بهذه الحلول السياسيه؟ نعم. المقاربه الامريكيه يعني عوده الى سؤالك. نعم. شكرا دكتور. ترى ان الازمه هي ازمه يمنيه يعني سياسيه، وبالتالي دعونا نشرع في حلول سياسيه لاحتواء هذه الازمه. نعم شكرا. اذا استمرت الولايات المتحده وحلفاء الخليجيون في هذا المسار فهذا لن يفضي الى حلول سياسيه حقيقيه. نعم. وضحت الفكرة دكتور. لم يعد لدينا وقت، إذن الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي العماني شكرا جزيلا لك. إذن عودة أخيرة إليك دكتور نبيل العتواني الدكتور العتوم، فيما يتعلق بالملف اليمني، كان نائب وزير الخارجية الأمريكي يؤكد في لقائه بالرئيس هادي أن توجهات الإدارة الأمريكية الحالية تنسجم مع توجهات الحكومة اليمنية في مواجهة التهديدات الإيرانية. باعتقادك ما الذي يمكن للإدارة الأمريكية فعله في الملف اليمني باختصار دكتور لأنه لم يعد لدينا وقت؟ أعتقد أنه يمكن عمل الكثير، لكن تعقيبا على كلام زميلي الآن أجيب على سؤالك. الآن هنالك مشروع لإيران نحو الدولة الإقليمية عظمى بحلول 2023. طبعا هذا المشروع يقتضي بالأساس إلى محاولة تغيير استراتيجي مهم في الاستراتيجية الإيرانية من خلال السيطرة على أماكن مرور النفط، وهذه السيطرة على المناطق الاستراتيجية الممثلة بالسيطرة كما ذكرت في الخليج العربي والبحر الأحمر، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى سيطرة إيران، بمعنى أن إيران سوف يكون لديها القدرة لتقديم بدائل والتقارب مع المجتمع الدولي من خلال سياسة تخادم الملفات. هذا بحاجة إلى حلقة كاملة حتى نشرح، وأنا أختلف تماما عما طرحه الأخ الزميل من عمان. الأمر الثاني أنه هنالك يبدو أن الإدارة الأمريكية الآن بدأت تفكر بعقلية جديدة بعد أن قامت إدارة أوباما بإدارة ظاهرة لمشاكل الشرق الأوسط خاصة للمشكلة اليمنية. الآن أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن عليها الانخراط المباشر بمداخل الأزمات الإقليمية، وقصقصت النفوذ الإيراني والحد من نفوذ إيران الذي بات يشكل تهديد مهم بالنسبة للأمن الإقليمي والأمن العالمي خاصة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. مع اقتراب فرضيتين، الفرضية الأولى احتمالية خسارة إيران لوضعها ولمصالحها في سوريا، الأمر الثاني أيضا فشل إيران في الزج بروسيا للانخراط بالأزمة اليمنية. هذا كله شكلت عوامل مهمة ودافع للإدارة الأمريكية حتى تثبت للحلفاء الإقليميين وبالذات لدول الخليج العربي أهمية الانخراط بالأزمة اليمنية والسعي لحلها بأقصر فترة ممكنة، خاصة أنها استنزفت موارد هذه الدول وربما سوف تؤدي إلى مشاكل خطيرة، لأن دول الخليج تخشى من انفجار أزمة لجوء يمني جديد على غرار
ما حدث بالنسبة للدول العربية التي تشترك بجبرية جغرافية مع الأزمة السورية. نعم، وضحت الفكرة دكتور نبيل العتوم، كنت معنا من عمان وأنت الخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك. إذا بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من مسقط، كان معي من الرياض قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج، وكان معي من مسقط الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني، وكان معي أيضا من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير إن شاء الله.